كاع تقرب قرب الميكرو الا بغيتي تبقى متكي. داك الانجاز ديال نهار السبت في 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 سطور بالنسبه للاعب الدولي سابق ماشي في سطور خصو بزاف ديال السطور لانه صراحه شي حاجه اللي مع مره ما نتوقعوها باش نكونوا ولكن واقعيين حتى واحد ما كان كيتسناها مشاركه ديالنا واحد بقيت وليت نقولوا مع الاسبان بدينا كنقولوا نهائي الا كانت شي حاجه ولكن الحمد لله انا غادي نرجع معك لذاك الماتش ديال البرتغال وما عرفتش انت ملي دخلت راه سولتي قلت لك واش بقيتي عاقل على الماتش ديال البرتغال وعطيتك حويجات اللي غيتلعب بهم هذا الماتش غيكون خايب وفعلا ملي سولتيني قلت لك البرتغال ما كتلعبش ديك الكره ديال الوان تو هنايا هذا كيشدوها كيلعبوها في لا ديفونس وكيضربوا وداروها مشاو لجهه حكيمي بزاف وهذه راه داروها الحي علاش لانه بحال كتقول انت لعاب كيدخل مع زياش جات كاريو تيخليو حكيمي تيبقى بوحدو ولكن الحمد لله انا اللي كيعجبني في الافريكي ناسيونال هو الوقفه ديال اللاعبين ثم شي حوايج وقعوا ما عمري ما كنت كنقول ملي نشوف التسييس دقيقه 56 غادي غادر الميدان كتبدا توضع سؤال لاكس جوج ديال اكسيان ما كاينينش ولكن اتضح لي انا داك النهار من خلال لي شونجمون اللي كيدير وليد على انه كاينه مجموعه دابا ما معوش هو على واحد حيت كون كان كيعول على واحد ما تنظنش هذوك اللعابه يعطوك بهذيك الطريقه. سولني واحد الصديق هنا قال لي واش دابا عاد عرفنا علاش دا معاه بزاف ديال لي ديفونسور فلاكس. بصح كانوا قالوا دا شي 8 5 5 على 3 ديال على 3 ديال وهي هذيك 8 ديال الاطراف. انا كنقول منير لي شونجمون اللي كانوا اليميق بانون داري ثم في الاخر دخل داري هو الاول عرفت دخل جبران هنا كيبان لك ملي ندخلوا الدراري الحمد لله بقاو دائما واقفين ما كيضيعوش الكواري البرتغي عياو ما يناورو ومن المسائل اللي تكلمتك على عاوتاني ذاك النهار قلت لك اتونسيون على ملي قال وليد الركراكي كريستيانو ما بغيتوش يلعب وفعلا ملي شتيه ملي دخل علاش ملي دخل راه ولا كيدور هو فيه ديك انا كنقول لك دائما كيتبلاصا مزيان راه عطى ديك لاباس ديال فيليكس اللي ضربها وجبدها بونو عطى يعني خدام مشى ديك الكره اللي مشى بها وضربها البونو عاوتاني جبدها هادو لعابه ما يمكنش لك تستثنيهم وتقول راه ما غادي يديروا والو فهمتي انا بان داك النهار بانه الحمد لله ثم كاين واحد اللاعب اللي صراحه انا مباراتي والاخرى كي وناحي لا هو عطيه الله وي انا صراحه الدخول ديالو النهار الاول كان يعني رومبلاسون يمكن واحد العدد كبير يكون تخوف كتقول انت مزراوي غادي يجلس كيفاش غادي يدير عطيه الله ولكن كيبان لي انا دابا اليوم خد الثقه بزاف بان عطيه الله لاعب ترونكيل كيطلع ما عندوش مشكل هذه مسائل ما كتجيش بالصدفه هذا عمل ثقه كل شيء هادشي فيه خدمه فهمتي منير البيوت اللي ماركينه ديال نصيري هو نصيري هذوك هما البيوت ديالو بغيت نسولك عليه نورمالمون حنا لاعبين حنا اللي المغرب اللي هو اللي غادي يديجوي البرتغال ولكن البيوت اللي ماركينه باتاك بلاسي تمريره جايه من بونو عطيه الله ولكن الديطونت اللي دار نصيري تبارك الله ديطونت مزيانه انا قلت لك ذاك النهار هنا قلت لك لا شونس اللي غتكون عندنا هو ما نضيعوش الا جاتنا شي محاوله وفعلا ما ضيعناهاش لان ديك لا ديطونت اللي دار هو وطلع وضرب كره بالراس ما سهلاش اسمح لي سيف تيبان لي بانه دزنا الاصعب اللي هي البرتغال وتا واحد يمكن ما كان معول وقلت لك ذاك النهار هنا ماتش خايب وقالها تا وليد قال لهم طحنا مع فرقه اللي عندها الوجود ديالها في شي شكل ما كتلعبش هذاك وقال لك درسونا يعني خداو تا هما بالنقاط الضعف ديالنا ونقاط القوه علاش خلينا الماتش كان بالنسبه لينا حنا صعيب اوروزمون عاود نقولها البيت اللي شجلنا ديال النصيري بحال شي فيتامين خلاك تتجري وتا ذاك العياء اللي غادي يكون فيك ما كتبقاش تحس به راك كتجري بحال كتحمي شي حاجه ولا كتحافظ على شي حاجه كتدافع على شي حاجه عكس ما انت 0-0
وغتبقى تسهل، لان هذاك الضغط اللي كانوا دايرين البرتغال ب 0-0 كانت في اي لحظه يقدر يخلق لكم مشكل. الحمد لله بونو كان مزيان عاوتاني، تدخل ديال الكره الراس ديال جواو فيليكس ثم داك لو تير اللي ديفيا وطلع الفوق، كاين شي كويرات اللي الحمد لله الغارديان دو بيت كان في المستوى. وهنا هذا هو الفرق ما بين ان غارديان عادي اللي كدي معك لا كوب دي موند، ما كتسنى منه والو، كيحبس وتيكون عادي، عكس ما واحد لعاب ولا ان غارديان دو بيت اللي انت غادي به وكتقول الا وصلت للبينالتيات غادي يخلق مشكل الفرقه، واقف في اي لحظه كيقدر يدير مداخلات، يعني كيف كنقولوا حنا تدخلات في المستوى. وهذه كلها مسائل اللي كاين واحد الغلط وقع داك نهار البرتغال واش دايره الوقيته اللي دخلوا ودار دو فوت سكسيسيف، الحمد لله اللي جات في هذاك الوقت، وحتى الوقت خايب، الوقت خايب، ولكن الحمد لله انا تنقولها الدراري يعماق وبانون وداري والدراري كلهم كانوا واقفين وعمره مزيان، ثم الوم اللي كي دابا واللي دير كل شيء هو المرابط اللي صراحة هو الرولاير كيف كنقولوا احنا في ذيك الفرقة، ما كيخرجش من سميتو ديما كين في وسط الميدان كين في جناب المرابط، ما يمكنش كما تلقاهش، كين هو اللي كيقطع الكواري بزاف. انا هذاك هو الوحيد اللي نقدر نقول عليه لا قدر الله في حالة ما كانش هو الغياب المؤثر ولا عقلتي باش تذكر عاوتاني ما تكونش الناس، هذا حديث من اللي تعلنات لا ليست فاش كتهضر على لي بروفيل ديال لي جوور، راه هذاك البروفيل ديال امرابط اللي ما كاينش منه بزاف هو اللي ممكن الغياب ديالو يكون مؤثر ما باقي اللعابه مع اختلاف المستويات كتقدر تقدر تعيد واحد وتحط الاخر. شحال من واحد غيقول لي لا ماشي تنقيس من جبران، ولكن جبران ماشي لو بروفيل ديال امرابط نهائيا، جبران حاجه اخرى عاوتاني.